say it's a matter of time, a thousand days and the sun won't shine. That's why I'm coming back to you. I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. وصلنا المكان ده النهاردة. مكان ما نعرفش اسمه ايه, ما نعرفش هو ايه. احنا بس عملنا روت على طريق رجوعنا لألمانيا, واخترنا اول ستوب لينا يبقى هنا. هنا فين؟ بحيرة على الخريطة ما نعرفش هي فين. استكشفناها, قعدنا فيها. فبس النهاردة اكتشفنا المكان ده وجينا قعدنا فيه عشان رايح اعصابنا من ضغط المدن والمواصلات والجري. جو النهاردة خدمنا جدا, الشمس طلع, بحيرة تجنن. اهدى مكان في العالم بتهيألي دلوقتي. مفيش حد, حدش يعني مفيش حد موجود حوالينا نهائي, احنا بس وشوية القوارب دول. هي كده يعني احلى حاجة في موضوع ان انت تاخد رود تريب, ان انت على طول عندك القدرة ان انت تلف في اي حتة انت عايزها من غير اي تحكم. يعني ممكن تروح مدينة عادي, ممكن تروح اي حتة من الاماكن المشهورة عادي جدا, الاماكن السياحية. بس الاماكن اللي مش معروفة للناس واللي الناس اصلا ما بتتكلمش عنها صعب جدا ان انت تروح لها. بس فهو ده اللي احنا عملناه النهاردة. الدنيا تلج, غالبا كل الممرهات بتاعتي خلصت. المفروض ان احنا نلاقي مكان عشان نشحن فيه حاجتنا, وان احنا نفضي الممري ونحطه على هارد ننقل كل الداتا عليه, عشان انا ما عادش عندي ولا ممري. الممري اللي بسجل عليه دلوقتي ده ممري درون. الأيام اللي جاية بقى مش عارف ايه المدن اللي انا هزورها, ايه الاماكن اللي انا هروحها. اللي عارفه بس ان هو طريق الرجوع لألمانيا, عشان عندنا كريسمس وعندنا حاجات كتير جدا. كمان عشان نحضر لرحلة افريقيا. رحلة افريقيا متحمس لها قوي. هي دي الرحلة اللي انا سبت عشانها الشغل اصلا, والرحلة اللي عشانها اللي باني عليها كل طموحاتي وكل الامال بتاعتي, ان انا اعرف اقدم حاجة كويسة واعرف اقدم مضمون عن مكان ناس كتير ما بتتكلمش عنه, بالذات في عالمنا العربي. يعني كمان ان انا يعني لما كنت باخد التطعيمات في قطر وفي الدوحة, الناس كانت بتسألني انت رايح ليه هناك, ليه رايح المكان ده, المكان ده خطر, المكان ده كله امراض. حتى الناس اللي اعرفها, انت رايح ليه هناك, خلي بالك اعضائك هتتسرق. كل الكلام ده انا عايز اروح اشوفه بنفسي. بس طريق العودة لألمانيا واخر يوم. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I know I come back to you. I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh I go solo. I'm making my way home, I'm making my way. كده لما بنبقى رايحين اي رحله كده واحنا راجعين بنبقى
تبقى تحس ان انت في تعب في جسمك، في حاجات كتير بتقول لك اقعد هنا تمشيش. دي ايطاليا، الاحساس ده بحسه في كل رحله بروحها، في كل مكان جديد بزوره حتى لو كان جوه مصر. كل مره انت بتسيب المكان اللي انت تعودت عليه تحس كده ان انت مش عايز تمشي، بس هي دي الدنيا. صباح الخير، وصلنا الحدود الايطاليه النمساويه، قررنا ان احنا ننام كده في فيو بوينت لقيناها على طريقنا، مكان كده دايما تبقى سايق بيبقى فيه مناظر طبيعيه، يعملوا زي ايه مواقف كده عشان تقف وتبص تشوف، يعني بتبقى مثلا اعلى نقطه في اعلى جبل، اعلى نقطه في اعلى بحيره مثلا زي اللي احنا عليها دلوقتي. فاحنا جينا هنا الجو تلج، سوقنا امبارح حوالي 6 ساعات، قررنا نرتاح، كان تلج شويه بس قلنا نستحمل عشان كان في البحيره دي مختلفه شويه. يعني لقينا المبنى ده، المبنى ده زي ما موجود معاكم كنيسه كده موجوده في وسط البحيره، بس البحيره مجمده، حتى تلاقي الناس نزلت ومشت لغايه الكنيسه ديت او المبنى ده. الدنيا تلج، البحيره مجمده تماما، مش عارف اصلا درجه الحراره كام عشان الموبايلات دايما والبطاريات دايما بتفصل في الجو البرد قوي، بتفضي شحن بسرعة جدا، فحافظ دلوقتي الموبايل على الشاحن، معرفش درجة الحرارة كام. الشمس طالعة والحياة حلوة بس الجو برد، مش قادر احس بمناخيري، مش عارف مناخيري اصلا ممكن تكون، مش حاسس بصوابعي، مش قادر اتحكم في الكاميرا اصلا. ناخد هنا شوية نمشي شوية بحيث ان احنا نسخن كده ونعلي الحماس. المكان ده يعني مكان ديت جبال الألب بتهيألي، دلوقتي بيعتبر في أعلى نقطة، البحيرة ديت على الجبل فوق، معرفش بقى اتكونت ازاي بس منظرها تحفة، وأكيد تبقى أروع لما تبقى الجبال ديت كلها خضرة. هنا بقى بيعملوا سكينج، الناس بتستمتع بحياتها واحنا بنتلج. احنا كمصريين عرب لما نيجي في مكان زي ده ملناش احنا في الحاجات دي، احنا لينا نركب جمل في صحراء نستمتع بحياتنا، نمدد كده على الساحل ونعيش حياتنا برضو، بس مش نيجي درجة 15 تحت الصفر ونستمتع. يعني ايه ده، انا بحب الشتاء بس مش كده خالص. Thank you.